قلب الأمة، الدولة التي يؤمها يوميا ملياري نسمة بوجود المقدسات الإسلامية. الحاجة الأخرى هي قلب الأمة العربية، كل من يوجد عليها. الملك سلمان حفظه الله أيام الأزمة قال اللي يهمنا الإنسان أولا سواء مقيم، لا بدون تفرقة بين المقيم أو المواطن، حتى من هو مخالف اعتنى فيه بتوجيهاته. المملكة العربية السعودية مفخرة العرب والإسلام، التي أصبحت أيقونة العالم في اتخاذ القرارات، معظم القرارات سواء السياسية أو الاقتصادية، أو أصبحت وجهة الجميع. السعودية هي مفخرة كل العرب، لا فرق بين فيها عربي سعودي أو سوداني أو مصري، فجميعنا شعب واحد، تجمعنا نعم. الألفة والمحبة والعرق. نعم. التأسيس أسس المملكة على بنيان صحيح على شرع الله، وإلا لما استمرت هذه القرون الثلاثة، استمرت ونمت، لم تبقى فقط أنه فقط كدولة، لا جالسة تمضي إلى المقدمة، إلى الازدهار والتطور في جميع المجالات. ودلنا الآن من أفضل 20 دولة في العالم، نعم. يميزها عن بقية العالم الأمن والاستقرار والرخاء.